بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في احتجاج رسول الله مع عباد الأصنام والأوثان، قلنا بأنهم اختلفوا إلى طوائف ثلاث. الطائفة الثالثة قالت بأننا لم نكن في يوم أمر الله عز وجل السجدة لآدم، ملائكته أن يسجدوا لآدم، فنحن جعلنا هذه الأصنام والأوثان على صورة آدم فنسجد، لأننا لم نحز على تلك المرتبة في ذلك اليوم السابق، فنريد أن نمتثل أمر الله عز وجل بالسجود لهذه الأشكال التي هي صور لآدم على زعمهم. النبي صلى الله عليه وآله يذكر هنا ضابطتين، طبعا هم يقولون أنه كما أنكم تسجدون إلى الكعبة وفي خارج مكة تسجدون محاذيا للكعبة على جهة الكعبة، فنحن أيضا نسجد على هذه الصور لأن الله أمر الملائكة بالسجود إلى آدم. رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر ضابطتين. الضابطة الأولى أنه، نذكر هذا كتمهيد، في رواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما أحب الله من عصاه. العصيان لا يجتمع مع الحب. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا القانون، أن المحب يجب أن يمتثل الأمر الإلهي، لا أن يتقدم لا أن يتأخر. العبد من هو عبد للمولى، مو من هو عبد لإرادته ولشهوته. هذه قضية مهمة جدا. كثير من الأحيان الإنسان يتصور أنه يعبد الله مع أنه عابد لشهوته، عابد لهواه. في آيات متعددة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مو الله عز وجل إله وإنما هواه الإله. في آية أخرى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. في آيات متعددة: اتبع هواه. من أسوأ أنواع الاتباع اتباع الهوى، اتباع الشهوات، اتباع المتمنيات. والأسوأ من ذلك أن يتصور الإنسان، هذا الجاهل المركب، أنه يتبع الله عز وجل. الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب في بحث الغناء يذكر أنه البعض يتغنى بأشعار مثلا مراثي للمعصومين سلام الله عليهم، ويتصور ويبكي ويوجب البكاء للآخرين، يتغنى بهذه المعاني ويتصور أنه حاز على الدرجة الرفيعة من الثواب والمكان العظيم عند الله، مع أنه إنما هذه دموعه وهذا الحزن والألم اللي احتصر قلبه إنما هي من همومه المتراكمة في نفسه. الإنسان في الحياة، في خضم الحياة، يعيش متاعب، مشاكل، أحزان، هموم، فهذه الهموم هي التي تجلت، فيتصور أنه بهذا الغناء يتقرب إلى الله عز وجل، مع أنه يتقرب إلى إبليس. لذلك النقطة، يعني الخط الفاصل دقيق جدا بين الجنة والنار.
إبليس عليه لعائن الله، الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، فقال يا رب أنا أسجد لك أعبدك عبادة ما إلها النظير في الملائكة، كما أنه كان يقال له طاووس الملائكة من شدة العبادة قبل أن ينحرف وأن يستكبر، أعبدك عبادة غير مسبوق عند أحد من خلقك هذه العبادة، أما السجود لآدم فلا، يعني أنا عبدك. الله عز وجل يجيبه يقول لو كنت عبدي لاتبعتني، أعبدني من حيث أريد لا من حيث تريد، إذا أنا المولى فلازم تتبعني، وأنه تتبع هواك لأنك استكبرت. هذه الرواية مذكورة في تفسير القمي، يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فأول من قاس إبليس واستكبر، والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها، فقال إبليس يا رب اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يمكن هم كان صادقا وأنه كان يتكلم جزافا. قال الله عز وجل الله مو محتاج إلى عبادتي وعبادة غيري، الله غني عن العالمين، وإنما العبادة هي لتزكيتنا لترفيع شأننا. فيقول الله عز وجل له لا حاجة لي إلى عبادتك، وإنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. فأبى أن يسجد لعنه الله، فقال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، كما في تفسير القمي. طبعا في رواية مذكورة في قصص الأنبياء أنه إني أحب أن أطاع من حيث أريد، المهم إطاعة الله عز وجل، المهم الامتثال بأمر الله، هذا الإيمان الواقعي، أنه حتى لو كان الحق علي، إذا الحق علي أنا ما أرضى، ولكن نذهب إلى رسول الله واختلفنا أنا وزيد من الناس، رسول الله يقول الحق مع زيد وليس معك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول خلاص ما دام رسول الله قال هو هذا فصل الخطاب وانتهى الكلام. هذا واقع العبد، هذا معنى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أولا الضابطة الأولى قياسكم قياس مع الفارق، لأننا إنما نتجه إلى الكعبة لأن الله أمرنا بذلك، الله أمرنا بالاتجاه للكعبة وأمرنا في البلدان البعيدة أن نحاذي الكعبة أن نصلي إلى جهة الكعبة، هذا أمر الله عز وجل، الله أراد هذا ولم يرد غير ذلك، يمكن غير هذا لو نقوم به فالله يكره هذا الأمر، نحن إنما نتبع الله عز وجل. فقياسكم قياس مع الفارق مو قياس تام، أنتم تصلون إلى صورة آدم، من الذي أمركم بهذا؟ هم ما يدعون أن الله أمرنا، هم ما يدعون، هم يقولون إحنا فاتنا ذلك الموقف في حياة آدم، الآن إحنا نمثل كأنما تمثيلية عملية تمثيلية مسرحية، نقوم بهذه المسرحية لله، وهم دا يدعون أن الله لم يأمرهم. رسول الله يقول ولكن نحن نقول أن الله أمرنا. طبعا هنا هذه التتمة ما موجودة، الله أمرهم في البدء أن يصلي إلى المسجد الأقصى، بعد ذلك أن فول وجهك شطر المسجد الحرام، هذا بما أن الله أمر فنحن نمتثل أمر الله، إذن نحن نتبع الله عز وجل، وهي النقطة المهمة. وكذلك اتباع الله لا يكون إلا باتباع المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وآله هو استمرار الإطاعة الإلهية واستمرار العمل وفق ما يريده الله، والله إن رأى عبدا يعمل على وفق ما يريده يحبه، هذا واضح. الحب يعني أن يعطي الخير، أن يحفه بالرحمة والبركة وما إلى ذلك، والأخ الله مو محل الحوادث حتى تتغير مثل الحب اللي موجود فينا، لا قطعا حاشا لله، وإنما يعني بالفعل يظهر هذا الحب حسب الظاهر، يعني مجازا يظهره،
بالخير والبركة والرحمة وما إلى ذلك. في محاسن البرقي عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. في الكافي أيضا رواية لطيفة نذكرها تيمنا وتبركا عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان في بيته ومعه جماعة من أصحابه، فإذا بشيخ في الباب رجل كبير، وقال: السلام عليكم يا ابن رسول الله. أجابه الإمام ثم قال الشيخ: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله، والله إني لأحبكم وأحب من يحبكم لا للدنيا. يعني ماكو غرض ظاهري، استفادة ظاهرية، وإني لأبغض عدوكم وأبرأ منه لا لشيء بيني وبينه، وإني لأحلل حلالكم. هذه النقطة، الحب والبغض أمران ضروريان جوانحيان يرتبطان بالقلب، ولكن هذا القلب ما يفيد بدون إظهار، بدون امتثال. العبودية يعني امتثاله ما يأمره المولى عز وجل، فيقول: وإني لأحلل حلالكم. هذه أهم نقطة، أهم نقطة للقرب الإلهي أن يمتثل الإنسان الواجبات وينزجر عن المحرمات. هاي أهم نقطة، مو المصحبات والمكروهات، هذه أمور ثانوية. إذا واحد وصل إلى هذه المرحلة فقد فاز فوزا عظيما. وإني لأحلل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم. المتقدم لكم مارق، والمتأخر عنكم زاهق، واللازم لكم لاحق. الملازمة هذا المطلوب فقط. فهل ترجو لي الخير؟ يعني إن شاء الله أكون على خير. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام السلام الإمام: أتى أبي رجل عند الإمام السجاد سلام الله عليه وسأله مثل الذي سألت، فقال، يعني فقال والدي أبي: إن تموت، إن تموت ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين، ويثلج قلبك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان، وإنك معنا في السنام الأعلى. فقال الشيخ: الله أكبر، أنا معكم في السنام الأعلى؟ وبكى فرحا وأخذ بيد الإمام وقبلها، ثم وضعها على عينه ومسح بها وجهه وصدره، وقام وودع وخرج. فقال الإمام لأصحابه: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الطريق إلى الجنة بسيط جدا، سهل جدا، مو صعب. شنو الطريق إلى الجنة؟ حب أهل البيت، بغض أعدائهم، امتثال أمرهم. مو شيء صعب حقيقة. طبعا الشيطان ما يخلي، النفس الأمارة بالسوء ما تخلي، المغريات ما تخلي، بس واحد إذا أراد إنما هي عزمة كما في رواية أخرى. إذن الفرق بين المسلمين وبين مشركي قريش عباد الصنم أنهم لم يمتثلوا أمر الله في العبادة لتمثال آدم، ونحن امتثلنا أمر الله عز وجل. هذه النقطة الأولى، الضابطة الأولى، التقيد بالحدود الإلهية. الضابطة الثانية أنه اللي هي في الواقع تتميم للضابطة الأولى، هذه الضابطة الثانية، أن لا يخرج الإنسان عن حدود الأمر. هذه أيضا مشكلة كبيرة، بعض الأحيان يأمر المولى عبده بأمر، العبد يخرج عن إطار الأمر إلى أمور أخرى ثانوية، يضيف ينقص، هذا مو تابع. التابع لازم يكون حقيقي، تبعية حقيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الأمر الثاني أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، آدم نفسه في ذاك الموقف، هل معناه أن غير الملائكة مأمورون بالسجود لصورة آدم أيضا؟ لا، حدود الأمر هذه مو أكثر منها، فليش تتعدون الحدود؟ لو كنتم من الملائكة وكنتم في ذلك الموقف وآدم حي حاضر موجود تسجدون إليه،
ترى أنت تسجدون جانب آدم، لا جهة آدم حسب الأمر الإلهي. أما إن لم يكن آدم حيا كما في وضعكم وأنتم مو من الملائكة، فهذه كلها قضايا تفترق عن قضيتكم، عن قضية الملائكة. زين، فكيف التعدي؟ هذا مو قياس مع الفارق، هذا مو إسراء الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، مو هذا أمر باطل، مو هذا بدعة، مو تشريع. أين أمركم الله بهذا؟ ولم يأمر الله، فكيف تتعدون من موقف إلى موقف لا يشابهه لا بالملاك ولا بغير الملاك؟ فإذن أمركم باطل من جهتين، كما يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمثلة عرفية لطيفة. وهي من النقاط المهمة، يعني ذكرنا لو تتذكرون في البحث الأول أو الثاني أن الجدل هو الأولى لإفهام عامة الناس من البراهين. ليش؟ لأن البرهان العقلي مو الكل يستوعبه. أما عندما دخلت في الجدل وأتيت بمجموعة من الأمثلة العرفية، هذا يكون أقرب للفهم. الأمثلة الأجوبة النقضية والحلية يكون أقرب لفهم المستمع. لذلك رسول الله يمثل بأمثلة عرفية، ولا الاستدلال البرهاني ما راح يكون هذا الاستدلال. أنه لو دعاك شخص إلى بيته، أنت ما رحت اليوم الأول، اليوم الثاني تروح إلى بيته، هو دعاك في وقت محدد. لو أجاز أن تأخذ حاجة من حوائجه، أنت ما تحتاج تشيل غيرها، هذا جائز؟ يقولون لا مو جائز. يقولون فكيف أنتم جعلتم أن الله عز وجل في ذلك الموقف أمر بالسجود، غيرتم الموقف إلى موقفكم هذا بأي إذن؟ إذا من مالك عادي أنت تحذر وما يجوز لك أن تتصرف في غير ما أذن لك، فكيف في الله عز وجل اللي هو المالك الحقيقي هكذا تتصرف؟ فيسكت علماء المشركين وينقولون ننتظر. وبعد ذلك كل هذه الطوائف من الدهرية والثانوية، كل هذه الطوائف من النصارى واليهود يأتون ويسلمون على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا، نكمل هذه الرواية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله للفريق الثالث: لقد ضربتم لنا مثلا وشبهتمونا بأنفسكم. تقولتوا مثل ما أنتوا تعبدون تسجدون إلى الكعبة، نحن نسجد إلى صورة آدم، ولسنا سواء. هذا قياس متام. وذلك أننا عباد الله، أو عباد الله، وذلك أننا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر عما زجرنا، ونعبده من حيث يريده منا لا من حيث نريد كما فعله إبليس لعنه الله. فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه، ولم نتعدى إلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأذن لنا. لذلك القياس باطل في الشريعة. القياس يعني إسراء الحكم من جزئي إلى جزئي آخر بدون وجود نص واضح، بدون وجود علة منقحة. إذا السمك حلال، من قال الجري حلال؟ من وين تعرفت الحكم الشرعي؟ هل أنت مشرع لهذا الحكم؟ لا، نتقيد بالأمر الإلهي. نطوف الكعبة على جانب اليسار، يعني يسارنا على جانب الكعبة. طب ليش مو على جانب اليمين؟ لأن الله أمرنا بذلك ونحن نتعبد. الفرق بين التعبد وغير التعبد عدم ظهور العلة، إحدى الفروق التي يذكروها بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي غير ضرورة النية والقربة، أنه العلة مو ظاهرة. ليش؟ لأن الله أمرنا بذلك وانتهى، نحن نمتثل ما أراده الله. هناك قطعا مصلحة، لأن الأوامر والنواهي لا تكون إلا عن مصلحة ومفسدة واقعية، مو كالأشاعرة الذين لا يقبلون بالمصالح والمفاسد. نحن من العدلية الذين نذهب إلى وجود مصالح واقعية ومفاسد واقعية، مو الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وإنما هناك ملاكات حقيقية موجودة، ولكن هذه الملاكات غير ظاهرة لنا. لماذا المسافر يصلي ركعتين، الحاضر يصلي 4 ركعات؟ هذا أمر إلهي. لماذا صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات؟ أمر إلهي وانتهى.
فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعدى إلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأذن لنا، لأننا لا ندري لعله إن أراد منا الأول فهو يكره الثاني، أراد وجها من الوجوه ما يريد الوجه الآخر بل يكره ذاك الوجه الثاني، أرادنا أن نصلي إلى الكعبة ولم يردنا أن نصلي إلى تمثال آدم يكره ذلك ما دام ما ذاكر. وقد نهانا عد أكف النهي كلي، أنه اللي أنا ما بينت أنتو توقفوا عنده لتجيبون اجتهاداتكم آراءكم، إذا ما بينت بتفصيل أو بإطلاق أو بعموم توقفوا. وقد نهانا أن نتقدم بين يدي، لا نكون من المتقدمين المارقين. فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه، ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان، أن نصلي محاذيا للكعبة من البلاد النائية التي نكون بها فأطعناه نطيع الله، ولم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره. والله حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره، صورة آدم غير آدم قطعا. فليس لكم غير أن الله عز وجل أمر الملائكة ولم يأمركم أنتم البشر. من قال تعدون الحكم من الملائكة إلى كل خلق الله اللي يشعرون مثلا؟ هذا أول الكلام. فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه لأنكم لا تدرون، لعله يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به، لم يأمركم وأكف النهي مطلق عن التقدم بين يدي الله، فهذا هو يكفي ملاكا لكراهة الله عز وجل. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر بعض الأمثلة العرفية، لهذه الأمثلة العرفية حقيقة يمكن تأثر أكثر من مليون برهان بعض الأحيان. أكف مثل لطيف يقال أنه مثل صيني، أن الصورة الواحدة قد تعبر أكثر من 1000 صفحة. إن أنت تشوف صورة فقير مثلا يتيم في أشد حالات الصعوبة وضنك من العيش، لو تقرأ 50 صفحة عن بؤس اليتيم ما تتحرك أو ما يتحرك وجدانك مثل ما تطالع هذه الصورة. كثير من الأحيان هذا الأمر واضح. أو مثلا في قطعة صغيرة أو شعر صغير أو رواية صغيرة تحرك الإنسان، قصة صغيرة تحرك الإنسان. لذلك في الخطابة يجب أن يستعمل الإنسان كل هذه الأساليب، أن يذكر روايات أهل البيت. شوفوا القرآن كله تصوير، كثير من الآيات القرآنية تصوير، يعني تبين كأنما تدخلك هذه الآية إلى واقع الجنة، تدخلك والعياذ بالله إلى داخل العذاب، يعني واحد يحس أنه كأنما النار محيطة به والعياذ بالله إن كان من الكافرين، فليتوكل على الله عز وجل وليعمل صالحا. زياد. ثم قال لهم رسول الله، أرأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوما، قال يوم الجمعة شرفونا بعينه، طبعا هاي حكايها مو دعوة، بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ يعني واحد يوم السبت يدخل له؟ لا. أو لكم أن تدخلوا دارا له أخرى مثلها بغير أمره؟ دعاكم في النجاة فتروحون إلى داره في الحلة؟ ما يصير. أو وهب لكم رجل ثوبا من ثيابه أو عبدا أو دابة من عبيده أو دابة من دوابه، ألكم أن تأخذوا ذلك؟ إذا قال هذا عبدي زيد لك تقدر تأخذه؟ طبعا. قالوا نعم. قال فإن لم تأخذوه ألكم أخذ آخر مثله؟ تأخذون فد عبد آخر مثل هذا العبد؟ تقول لا، هذا زيد ما يعجبني، خلي أروح أشيل عامر، هذه الفرس ما تعجبني أخذ غيرها، ما يجوز. قالوا لا، لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن في الأول. قال صلى الله عليه وآله، فأخبروني، الله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره أو بعض المملوكين؟ قالوا بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه. قال فلما فعلتم؟ إذا الله ما أذنكم في السجود لهذه الأوثان على صورة آدم فلما فعلتم هذه الفعلة؟
ومتى أمركم بالسجود أن تسجدوا لهذه الصور؟ هم ما يقدروا يستشكلون، يقولون اللهم أنت يا رسول الله تدعي أن الله أمرك، لأنه ما كانوا يقبلون رسول الله، أنت هم تدعي أن الله أمرك بالسجود إلى القبلة إلى الكعبة. رسول الله يقول أنا على لسانك دا أتكلم ومن فمك أدينك، أنت تقول الله أمر الملائكة في ذاك الموقف، ونحن ما تقول الله أمرنا، لو كان يقول الله أمرنا أيضا فرسول الله كان يطلبه بالدليل مثلا. فهو ميد هو يقبل بأن الله لم يأمره بالسجود لصورة آدم، نحن الذين فاتنا الموقف فأردنا أن نحوز على فضل السجدة بهذا التصوير. فإذن هم أفحموا، لذلك سكتوا مع أنهم علماء يعني في طريقتهم. ومتى أمركم بالسجود أن تسجدوا لهذه الصور؟ قال فقال القوم سننظر في أمورنا، وسكتوا انقطع حجتهم. وقال الصادق عليه السلام فوالذي بعثه يعني بعث الرسول بالحق نبيا ما أتت على جماعتهم إلا 3 أيام، كأنما راحوا استشار أحدهم الآخر، باحثوا هل أدلة رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن تنقض مثلا، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلموا، وكانوا 25 رجلا من كل فرقة 5، وقالوا ما رأينا مثل حجتك يا محمد، نشهد أنك رسول الله. زين. وقال الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام أنزل الله بعض الآيات التي نزلت، الإمام الصادق ينقلها عن أمير المؤمنين بعض الآيات التي نزلت في إفحام أصحاب الديانات المنحرفة. فالإمام دا يفسر أنه شنو هذه الآيات. قال أمير المؤمنين عليه السلام أنزل الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا رد لماذا للدهريين الذين قالوا بقدم الأشجار، وجعل الظلمات والنور، إذن الظلمات والنور مجعولة من قبل الله، رد للثنوية الذاهبين إلى وجود مبدأين، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون عدلا لله، منو؟ مشركي قريش، هؤلاء مشركو قريش جعلوا عدلا لله، الله موجود هذه الأصنام أيضا نعبدها وهي في عدل الله عز وجل. وكان في هذه الآية رد على 3 أصناف هم، لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فكان ردا على الدهرية الذين قالوا أن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة، ثم قال وجعل الظلمات والنور فكان ردا على الثانوية الذين قالوا أن النور والظلمة هما مدبران، ثم قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني ساووا بين الأصنام وبين الله، فكان ردا على مشركي العرب الذين قالوا إن أوثاننا آلهة، ثم أنزل الله تعالى قل هو الله أحد إلى آخرها، فكان ردا على من ادعى من دون الله ضدا، يعني هناك مخالفا ومنافيا لله عز وجل، أو ندا يعني مثيلا ونظيرا لله عز وجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه قولوا إياك نعبد، أي نعبد واحدا، لا نقول كما قالت الدهرية إن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة، ولا كما قالت الثنوية إن النور والظلمة هما المدبران، ولا كما قال مشرك العرب إن أوثاننا آلهة، فلا نشرك بك شيئا ولا ندعو من دونك إلها كما يقول هؤلاء الكفار. إلى أن نصل إن شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.